انظروا هنا قوة هذه السحلية، إنها تسمى تنين الكومودو، وهو قوي للغاية وجلده سميك فلا يؤثر فيه سم الأفعى. انظروا كيف يلتهم هذه الأفعى العملاقة. المعروف عن تنين الكومودو أنه نوع من السحالي مقصور وجودها على بضع جزر أندونيسية مثل جزيرة كومودو وزنكا وفلوريس، تبلغ سرعته 20 كيلومترا في الساعة على اليابسة أثناء العدو بأقصى سرعته. يبلغ طول الذكر البالغ منه 2.6 متر، بينما يبلغ وزنه بين 79 إلى 91 كيلومتر.